ريحة الفم الكريهة واحدة من المشاكل اللي بتقابل ناس كتيرة جدا، وبتسبب لهم مشاكل نفسية وبتقلل ثقتهم في نفسهم بشكل كبير. ولك أن تتخيل إنك تكون بتتكلم مع حد والحد ده يعمل كده بسبب ريحة فمك الكريهة. سامع ناس بتقول الموضوع بسيط وانت بكبر الموضوع، الموضوع يتحل بالبانت كلوريس او يتحل بالبخاخ المنعش ده. انا معاك ان دولت حلول وهيخلي ريحة الفم كويسة، بس ديت حلول مؤقتة، والحل الاساسي انك تعالج السبب نفسه. ودلوقتي هقول لك على اشهر 10 اسباب بيعملوا ريحة الفم الكريهة، ما تيجي نشوفهم مع بعض. معاكم دكتور احمد خميس، يلا. شيء يا ريت تضغط لايك واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وموعدنا حد وثلاث وخميس الساعه 7 مساء، كل يوم حلقه جديده على يوتيوب. يلا بينا نبدا عشان ما نطولش وقت الحلقه. اول سبب من الاسباب اللي بتعمل ريحه كريهه الطعام، وخصوصا بقايا الطعام اللي بتكون موجوده على اللسان وبين السنان وعلى السنان وفي البق. طيب ليه؟ علشان ديت بتتعفن وتتحول لريحه كريهه، وخصوصا الاطعمه اللي بتحتوي على زيوت متطايره. هتقول لي زي ايه؟ اقول لك زي البصل والثوم، دولت ممكن يخلوا ريحة الفم وحشة لمدة 72 ساعة. انت متخيل الرقم؟ 3 ايام ريحة بقك وحشة بسبب انك واكل بصل او توم. وفي كمان خضروات وبعض البهارات بتعمل الريحة الكريهة دي. تاني سبب من الاسباب اللي بتعمل ريحة كريهة للبق، مشاكل الاسنان. مشاكل الاسنان وعدم غسلها وعدم نظافة الاسنان، ده حرفيا من اشهر الاسباب اللي بيعمل ريحة كريهة في البق. طيب ليه؟ علشان بقايا الاكل وبقايا الطعام بتترسب على السنان وفي البق، وتبدأ البكتيريا والجراثيم تتجمع عليها وتكون بيئة مناسبة ليها، وتطلع غازات ناتنة اللي هي الهيدروجين سلفايد، وغيرها من مشاكل الأسنان التانية زي الخراج والتكميس والجير والطرابيش واللطجم اللي الناس بتكون مركباها. كل الحاجات ديت بتكون عوامل بتزود فرصة نمو الجراثيم وحدوث ريحة كريهة من البق. علشان كده غسيل الأسنان ونظافة الأسنان مهم جدا، استخدام الخيط وكل وسائل النظافة المهمة لعناب البق، كل ده مهم جدا عشان تقضي على الرائحه الكريهه دي. ثالث سبب من الاسباب اللي بتعمل ريحه كريهه في البق، جفاف الفم. طيب ليه؟ علشان اللعاب اللي بيطلع في البق ده بينظف البق، فلما يحصل جفاف واللعاب ده بيقل بتبدا الجراثيم وبقايا الاكل تتعفن وتعمل ريحه كريهه. وطبعا كلنا بنلاحظ الموضوع ده لما ننام فتره طويله ونقوم من النوم، بنلاحظ ان بقنا ريحته وحشه. وكمان في رمضان لما بنصوم مده طويله بيطلع ريحه كريهه من البق. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث: لا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح الميت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. على رسول الله. 4 الاصابه ببعض الامراض، والصراحه في امراض كتيره جدا ممكن تعمل ريحه كريهه في البق. هتقول لي زي ايه؟ 1 مرض السكر. مرض السكر وبسبب نقص هرمون الانسولين بيبدا يطلع عنده ريحه من البق كريهه زي ريحه الفواكه الفاسده. كمان الفشل الكلوي بيطلع ريحه كريهه من البق زي ريحه البق. وكمان فشل الكبد بيطلع عندهم ريحه كريهه من البق زي ريحة السمك. وكمان المصابين بالجرثومة الحلزونية أو مكروب المعدة بيطلع عندهم ريحة كريهة من البق، ودي من أشهر الأعراض أو العلامات اللي لو بانت على الشخص بنشك إن هو عنده المكروب الحلزوني. والمكروب الحلزوني أو جرثومة المعدة اتكلمت عنهم بالتفصيل في حلقة منفصلة هتظهر في الأي ديت، قلت فيها كل المعلومات اللي أنت هتعوز تعرفها عن جرثومة المعدة، ممكن تتفرج عليها بس بعد ما تخلص الحلقة دي. وكمان بعض أنواع السرطان بتعمل ريحة كريهة، وبعض أنواع الالتهابات زي التهابات الشعب الهوائية والتهابات الجيوب الأنفية والتهابات الزور واللوز. لما يكون في التهابات في اللوز البكتيريا بتنشط عليها وبتعمل ريحة كريهة، وغيرهم كتير من الأمراض اللي بتسبب ريحة كريهة من البق، بس دولت يعتبر أشهر الأمراض اللي بتسبب ريحة كريهة من البق. خامس سبب من الأسباب اللي بتعمل ريحة كريهة في البق، التدخين. طيب وده داخله بالموضوع؟ لا، ده التدخين من أشهر الأسباب اللي بتعمل ريحة كريهة في البق، وده لسببين. أول سبب إن هو بيعمل جفاف في الفم، ولما يعمل جفاف في اللعاب والفم زي ما قلنا فوق بتبدا الجراثيم تتجمع وتعمل ريحه كريهه للبق. 2 كمان التدخين والتبغ نفسه ريحته كريهه، فلما انت تشربه بيبدا يعمل ريحه كريهه في البق، وياثر على السنان وياثر على الكبد وعلى الكلى وعلى كل الاعضاء اللي في جسمك. عشان كده يا ريت تبطل التدخين. وبخصوص التدخين اتكلمت عنه قبل كده في حلقتين هيظهروا في الاي ديت وهسيبه لك في الديسكريبشن تحت، ممكن تتفرج عليهم. وازاي تبطل التدخين ممكن تسمعهم وانت ان شاء الله هتبطل. سبب من الاسباب اللي بتعمل ريحه كريهه للفم، الحميه الغذائيه الشديده. هتقول لي زي ايه؟ الجماعه اللي بيعملوا دايت وقاطعين الكربوهيدرات ما بيضهاش من بره، بيبدا الجسم يكسر الدهون اللي عنده ويحركها عشان يحولها لطاقه ويستفاد منها، ومن هنا بيبدا يطلع في الجسم الكيتون
او الكيتو اسيدوزيس، وده ريحته كريهه جدا وبيبدا يطلع من البق روائح كريهه زي ريحه الفواكه المتعدده. سبب من الاسباب اللي بتعمل ريحه كريهه في الفم استخدام بعض الادويه. هتقول لي زي ايه؟ هقول لك مثلا زي ادويه السكر وادويه الاكتئاب وادويه التهابات الجيوب الانفيه وادويه البرد. معظم الادويه ديت علشان بيعملوا جفاف في الفم، ولما يحصل جفاف بتبدا الجراثيم تتجمع وتطلع الريحه النتنه اللي بتشمها. سبب من الاسباب اللي بتعمل ريحه كريهه القهوه. طيب وده ايه دخلها بالموضوع؟ لا، القهوه بتقلل تدفق اللعاب في البق، ومن هنا بتعمل بيئه مناسبه لنمو البكتيريا. علشان كده اي حد بيشرب قهوه بننصحه ان هو يشرب بعديها كوبايه ميه كبيره علشان تزود تدفق اللعاب وما يحصلوش نمو للبكتيريا في بقه ويطلع من فمه ريحه كريهه. ودولك مش كل الاسباب، في اسباب تانية كتير جدا زي الشخير وزي التنفس من البق وغيرهم من الاسباب والادويه والعلامات اللي بتعمل ريحه كريهه في البق، بس دولت يعتبر اشهر 10 اسباب بيعملوا ريحه كريهه من الفم. دلوقتي احنا عرفنا الاسباب اللي بتعمل ريحه كريهه من الفم. طيب الحل ايه والعلاج ايه للموضوع؟ اهم شيء واهم علاج ان احنا نشوف السبب ايه ونعالجه. ده رقم واحد، لازم نعرف سبب الريحه ده ايه، سواء مكروب في المعده اللي هو المكروب الحلزوني، سواء سكر، سواء كبد، سواء كلى. نعرف سبب المشكله ايه، مشكله في السنان، جفاف، صيام، نعرف السبب الاساسي ونعالجه. ده رقم واحد. بعد كده نبدا نتبع طرق الوقايه اللي هقولهم لك دلوقتي. بس قبل ما اقولهم، لو وصلت لحد هنا وما عملتش اشتراك في القناه يا ريت تعمل اشتراك في القناه. غسيل الفم مهم جدا بعد كل اكل، غسيل الاسنان مهم على الاقل مره في اليوم، غسيل اللثه كل يوم مهم جدا، غسيل اللسان، وفي ادوات كتيره طبعا الايام ديت طلعت زي الاداء ديت بتغسل اللسان وتنظفه. كمان مهم جدا نشرب كميه كبيره من الميه، علشان الميه مهمه جدا بتزود اللعاب وبتخلي الفم رطب وتمنع نمو الجراثيم وتنظف الفم على طول. وكمان نستخدم فرشه من نوع نظيف زي اورال بي او غيرها، تكون فرشه نظيفه ونغيرها كل شويه، وخصوصا لو حصل دور اصابه بالانفلونزا او برد او سخنيه نغير الفرشه عشان الفيروسات والجراثيم بتكون في الفرشه، ولما نرجع نستخدمها تاني بعد ما نخف من الدور بتبدا تصيبنا بالعدوى تاني. استخدام غسول كويس للعنايه بالفم والاسنان. بلاش 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 توم وبصل والحاجات مسبك وحراق وكل الكلام ده، وخصوصا قبل النوم بست ساعات كل الحاجات دي ممنوعه. كمان نستخدم خيط السنان ده بس ما نكترش منه، مره واحده في اليوم علشان ما يعملش تجويف بين السنان وبعضها. وكمان نقلل التدخين او نبطله خالص، هتبقى بطل والله. كمان العنايه الشخصيه والنظافه الشخصيه بالفم، كل دي حاجات مهمه. والاسنان مهم جدا ان انت كل سنه تروح مره لدكتور السنان على الاقل يغسل سنانك وينظفها، علشان تشوف الفرق في الصوره كده بين السنان المغسوله والغير مغسوله. لو مره واحده بس في السنه هتروح لدكتور السنان يبدا يشيك عليها، يشوف لو في التهابات، لو في الم، لو في خراج، لو في ورم، لو في اي مشاكل في السنان بيبدا دكتور السنان يعالجها. وده طبعا مهم لسنانك ومهم لصحتك كلها. وفي النهايه ممكن نستخدم اللبان ده او البخاخ ده لريحة البوب، بس طبعا زي ما قلت لكم ده علاج مؤقت مش دايم. وبكده هكون وصلت لنهايه الحلقه، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتكتب لنا في الكومنتات محتاجين الحلقه الجايه تكون عن ايه. كان معكم دكتور احمد خميس، والسلام عليكم.